زينب خانم؟ نعم. رئيس القسم بانتظار حضرتك بمكتبه. ماشي. مرحبا. هذا أنت؟ تفضلي عادي لو سمحتي. تفضلي تفضلي. زينب، اليوم عدنان كرمان إجا زارني بالمستشفى. بعتقد بتعرفي شو بدي أحكي. إيه تقريبا دكتور بعرف. هو كيف قدرت تسوي هيك وبهالجرأة هاي؟ بالنسبة إلي أنت من أشطر الأطباء يلي بالمستشفى. أنا بعترف بكل شي عملته من قبل دكتور، بس ما كان فيني أبقى ساكتة على الظلم اللي عم تنظلمه هالبنت. أنا حاولت إني ساعد بنت صغيرة مو قدرانة تتصرف، وأمها المسكينة، هذا كل الموضوع. هلتي مساعدي؟ أنت عملتي من بنت عايشة ميتة، كتبتي شهادة وفاة، وعملتي بدون أي مسؤولية جنازة مزيفة. هاي هي المساعدة؟ أنا كتبت شهادة وفاة زهرة، كان بدي أعطيها فرصة لحياة جديدة، لأنه زهرة لو رجعت على هداك القصر أكيد وقتها كانت رح تموت. بس مع الأسف هالحل ما جاب فايدة، زهرة لساتها بهداك القصر. اسمعيني هلأ، أنا ما شفت أي سبب مقنع وانت خسرتي وظيفتك بهالحالة. بعتذر منك، بعد يلي صار ما رح تكملي شغل بالمستشفى. انا وعم ضب اغراضي الشخصية اللي بالمستشفى، حسيت من زعلي على حالي اني رح اوقع بارضي. تعب هالسنين والايام، احلامي، كل شي انتهى. ولا يهمك زينب، اذا سكر باب بينفتح بداله الف، ومو مديرك اللي بيعطيك الرزق، الله. ملك ملك ملك، غانم بيك، صار وقت التمرين. إله يومين على هالحالة هاي، هو ما عم يفيق معنا بالمرة، ما عم بفهم شو صاير له بنتي. يا ترى هدول التمرينات تبعك تعبوا شي؟ ما فادوا يعني؟ آه؟ جسمه ما تحملون؟ مو ممكن هالشي، أنا ما عم أضغط عليه أبداً. يمكن الأدوية هي اللي عم تأثر عليه، برأيي خبر الدكتور فوراً، بلكي بغير له هالأدوية هي. طيب. يلا يلا خدها لشوف شراب. انتو شو يلي عم تعملوا؟ شو بدنا نعمل؟ عم نحاول نعطيه الدواء لغانم لحتى يطيب. اخ يا غانم، لك والله بعرف انك تعبت، بس انت مجبور تاخذ الدواء كرمال انك تتحسن.
شبكي؟ لا تخافي، أمك ملك بسبع أرواح وما بيصير لها شيء أبداً. خلصني نعم بقى نعم. الحمد لله على السلامة. ما طلع بإيدنا شي، حاولنا نخلصكن بس بدي سلاح زينب. كيف؟ لازم تلاقي لي سلاح قبل ما أطلع من هون. ملك أنت شو عم تقولي كرمال الله؟ شو بدك بالسلاح؟ لا مستحيل. خالتي فاطمة احكي لي، مالك ليش عملت بحالها هيك؟ علي حاول انه يلمس زهرة اليوم، قام زهرة خافت كثير وصرخت. مالك جنت وصارت تعيط وتقول له يبعد عن بنتها. علي ما لازم هالولد انه يكون بالقصر. عزت ابني برضاي عليك، لازم تمشي بسرعة من هون، عدنان رح يصل بلا ما يشوفك هون هلأ. ماني خايف منه ابدا. شو عم تعمل هون لك؟ ها؟ مين خبرك؟ أنا ما حدا خبرني، أنا أصلاً كنت هون عند زينب بالمستشفى. اشتكيت عليها ما؟ من تحت راسك خسرت وظيفة البنت.